Thank you.
thank you so much to the contenders in this third group of the yearly fillies. We saw the categories 35 till 51 in front of us for their entrance here in Ashman. We'd now like to welcome the first contender in this class for the individual presentation here in front of us and in front of us and in front of our judges, sorry. Ladies and gentlemen, please welcome category number 35. إذن متابعينا الأعزاء وحضورنا الكريم الآن مع شوط المهرات بعمري سنة الفئة جيم بمشاركة 17 مهرة، بداية مع المهرة اللي تشارك أمامنا رقم 35 في ثالث أشواطنا لهذا اليوم. اليوم سنشهد بمشيئة الله 9 أشواط، أشواط للمهرات بعمري سنة وعمري سنتين وثلاث سنوات، ثم شوط للأفراس. إذن أشواط اليوم، عفوا ثالث أشواطنا لهذا اليوم، شوط المهرات بعمري السنة الفئة جيم. Thank you.
وسنستعرض الآن أول نتيجة في هذا الشوط رقم 35 هيام الزبير خالد سليمان النعيمي في الهوية العربية. 18.5 من 4 حكام 19 من حكمين 18.5 الرأس والعنق 18.5 من 4 حكام 19 من حكمين 18.5 الجسم والانسيابية 17.5 18 17.5 من حكمين 18 من حكمين 17.5 القوائم جاءت ب 15.5 من 3 حكام 15 15.5 15 15.5 والحركة 19 18 18 18 19 من حكمين 18.5 بمجموع 89 نقطة. Results now for the first contender in this class, collector number 35, Hayam Al-Zubair, signed by Arjouan Al-Bidayer out of Helki Murab, ballooned by Khaled Al-Nuaimi, and Hayam Al-Zubair scores 89 points. And thank you so much to the contender that we saw in front of us. We now like to welcome here in the arena in Ashman, the next contender in this class. Please welcome colleague number 38. وفي هذه الأثناء أيضا نتيجة رقم 36 تظهر زد إس كيو غزيلي سايد زايد سعد القحطاني في الهوية العربية 19 من 3 حكام 19.5 19 19 19 الرأس والعنق 19 من 4 حكام 18.5 19 من حكمين الجسم والانسيابية 17.5 من قبل 5 حكام 18 من حكمين والقوائم جاءت ب 15.5 بإجماع الحكام والحركة 19.5 بإجماع الحكام بمجموع 90.7. Results for category 26 ZSQ Gazil signed by Zedad Al-Bidayer out of Mezan Al-Awajar Redrund by Zayed Zad Al-Kathani and ZSQ Gazil scores 90.70. In the meantime, in front of us we see the next contender in this class, number 38. And sorry to announce that collect number 38 is out of competition because the horse seems lame. إذا تم استبعاد نتيجة المهرة رقم 38 تيجان الباهية لخليفة محمد السويدي للعرج. وفي هذه الأثناء رقم 37 جي اس ضيلي سعيد الشريقي الكعبي حصلت على في الهوية العربية 19 18 19 من 5 حكام الرأس والعنق 19 18 19 18 من حكمين 19 18 الجسم الانسيابية 18 17 18 17 18 من 3 حكام أما القوائم جاءت ب 15 15 15 من حكمين 15 من حكمين 15 والحركة 19 من 6 حكام 19 بمجموع 89.9. Results of number 37, GS Day, signed by Rudal Bidayer out of Madragofa, Brett and Owned by Zid Al Kabi, and GS Day scores 89.90. In front of us and in front of our judges is the next contender in this class, collect number 39. And sorry to announce that also colleague number 39 is out of competition because the horse seems lame. إذا نتيجة غياهيب الهواد رقم 39 تم استبعاد نتيجتها للعرج لغانم محمد الهاجري.
حتى نشاهد أمامنا المهرة رقم 40 تقيم أمام اللجنة. إذن لكل المنضمين إلينا حديثا ولمتابعينا عبر قناة أبو ظبي الرياضية، نرحب بكم اليوم في هذه البطولة، بطولة عجمان للجواد العربي. هذه البطولة التي تأتي في نسخة رقم 21 في إمارة دائما ما تبهرنا بإطلالة جديدة، وهذه المرة بحلة جديدة في عجمان الأمان، وهنا في شاطئ الزورة، حيث نشهد نسخة جديدة بحلة جديدة بمنافسات أقوى لمجموعة من الخيول العربية التي تتنافس على الألقاب وعلى الجوائز القيمة في بطولة تأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة عجمان، وبإشراف ومتابعة من الشيخ عمار، من سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان ولي عهد عجمان. بطولة تأتي بإشراف من جمعية الإمارات الخيول العربية، جمعية الإمارات التي دائما ما تبهرنا برزنامة مليئة بمسابقات معنية برياضة الخيل العربية وبمسابقات الخيول العربية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاركة من 300 وأكثر من الخيول في هذه البطولة. شاهدنا حتى الآن شوطين، وهذا أمامنا ثالث الأشواط للمهرات بعمر السنة، وهنا الفئة جيم في أول أيام البطولة والتي سنشهد فيها أشواط المهرات بعمر السنة وبعمر سنتين وثلاث سنوات، وشوط واحد للأفراس بعمر 4 سنوات فما فوق. نعم، الآن مع نتيجة المهرة رقم 40 تالا البديع لسمو الشيخ عزة بن سلطان بن محمد القاسمي في الهوية العربية 19-18-3 حكام 19-19، الرأس والعنق 19 من حكمين 18-19 18-19 19، الجسم والانسيابية 18-18 من 5 حكام 18، جاءت القوائم ب 15-15 من حكمين 15-15 من حكمين 15، والحركة 19-19 من حكمين 19-19 19-19 بمجموع 90.4. Thank you so much. Got number 41. We're now heading to the results. We're going to number 40. Tala Albadi, signed by Yestash out of Dujna. Redrons by Johannes Shagaza bin Sultan bin Muhammad Al Kasimi. And Tala Albadi scores 90.40. We'd now like to welcome the next contender in front of us here in Ajman, the third group of the yearling fillies. So we'd like to welcome collect number 42.
والآن نستعرض نتيجة المهرة رقم 41 أبها لزياد عبد الله الكنداري في الهوية العربية. 19 نص الحكمين، 19 من ثلاث حكام، 19 نص 19 الرأس والعنق، 19 نص من ثلاث حكام، 19 من ثلاث حكام، 19 نص الجسم الانسيابية، 18 17 نص 18 من حكمين، 17 نص 18 من حكمين. القوائم جاءت ب 15 نص من أربع حكام، 15 من حكمين، 15 نص، والحركة 19 نص 19 من حكمين، 19 نص 19 من ثلاث حكام بمجموع 90.9. Results we're going to number 41 Amara Sayyid Badiniyal out of Lisana Redonons by Zed Abdallah Galadari, and Amara scores a total of 90.90 so far in Leeds. Amara with 90.90. I'd like to welcome the next contender in this class. Please welcome collect number 43. الآن مع نتيجة المهرة رقم 42 اسكيو راقية لمربط الصقران للخيول العربية. الهوية العربية 19.19 من 6 حكام، الرأس والعنق 19.19 من 4 حكام، 19.5 من حكمين، جسم الانسيابية 18 من 3 حكام، 17.5 من 3 حكام، 18 القوائم 15.5 من 4 حكام، 15 من حكمين، 15.5 والحركة 19 من 4 حكام، 18.5-19 من الحكمين بمجموع 90.4. Results now for collect number 42, SQ Rakaya, Sayed by SQ Wasim out of AG Lelak, Redanon, 20, Second Arabian Hosted, and SQ Rakaya scores 90.40.
والآن مع نتيجة المهرة رقم 43 إيس شرقية للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي في الهوية العربية 19.5 من 3 حكام 19 من حكمين 19.5 19 الرأس والعنق 20 19.5 من حكمين 19 من حكمين 19.5 من حكمين الجسم والانسيابية 18 17.5 من حكمين 17 18 17.5 18 القوائم 15.5 من 3 حكام 15.5 من 3 حكام والحركة 19 من 3 حكام 18.5 19 من 3 حكام بمجموع 90.7 يس شرقية فور ذا اونر الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 90.7 نتيجة الآن المهرة رقم 44 ديمة الياسات لمربط الياسات للخيول العربية في الهوية العربية 19-18.5 من حكمين 19-18.5 19-18.5 الرأس العنق 18.5 من 5 حكام 19-18.5 جسم الانسيابية 18-17.5 من 4 حكام 18 من حكمين القوام جاءت ب 15 من حكمين 14-15-15-15-15 والحركة 19-18.5 من حكمين 19-18.5 من 3 حكام بمجموع 88.5 ديمة الياسات For the honor الياسات Arabian Horse Stud 88.5 ومع نتيجة المهرة رقم 45 MDS لولو لقصي محمد السعيد في الهوية العربية 19 من 4 حكام 19.5 19 من حكمين الرأس العنق 19 من حكمين 19.5 من حكمين 19.5 من حكمين الجسم والإنسيابية 17.5 من حكمين 18 من 3 حكام 17.5 18 قوائم 15.5 14.5 من حكمين 15 15.5 من حكمين 15 والحركة 19 من 3 حكام 18.5 19 من 3 حكام بمجموع 90.2 MDS لولو for the honor قصي محمد السعيد 90.20
الآن نتيجة المهرة رقم 46 AH ترفة لهلال عبيد مران المنصوري. الهوية العربية 19 من 4 حكام، 18.5 19 من حكمين، الرأس والعنق 19 من 6 حكام، 18.5 الجسم والانسيابية 17.5 من 3 حكام، 18.5 القوائم 15.5 من حكمين، 15.5 من 3 حكام، 15 وجهات الحركة 19 بإجماع الحكام بمجموع 89.9. I will see Galactic number 48 in front of us. We have the results now for Galactic number 46, AH Tarfa, signed by Jukes Antonio May out of Rimaz Al-Kayafi. Ritz Anons by Al-Await Al-Mansouri and AH Tarfa scores a total of 89.90. سنستعرض نتيجة حتى الآن هي الأقوى في هذه البطولة، نتيجة المهرة رقم 47 دين فايس لمربطة دبي للخيول العربية. في الهوية العربية 20 19.5 من حكمين، 20 الرأس العنق، 20 19.5 من حكمين، 20 الجسم والانسيابية 18 بإجماع الحكام، القوائم 15.5 من 3 حكام، 15 من حكمين، 15.5 من حكمين والحركة 19.5 من 5 حكام بمجموعة 92.5. دين فايس تتنفس الصدارة. Results for number 47, Dean Nefias, signed by Disaraj out of Dean Arts. Brethren's by the Dubai Arabian Horses with a 4x24 type, a 4x24 head and neck, and a 24 movement. Ladies and gentlemen, Dean Nefias scores 92.50 so far in the lead in this class. Dean Nefias, إذا تحقق الآن نتيجة جميلة وتعلن أو تشعل المنافسة منذ البداية. تفوق في الهوية العربية وفي الرأس العنق، وتعلن أنها متأهلة إلى أشواط البطولات. الآن الوصافة سنشاهد من ستكون وصيفة دين فايس. أشواط البطولات، والآن نتيجة أخرى ستظهر لرقم 48 MDS ريما لقصي محمد سعيد في الهوية العربية 19.5 من حكمين، 19.5 رأس العنق، 19.5 من حكمين، 19 من 3 حكام الجسم والانسيابية، 18.5 من 3 حكام، 18.5 القوائم 15.5 من 3 حكام، والحركة 19 من 3 حكام، 19.5 من حكمين، 19.5 بمجموع 90.4. The results for Galactic number 48, MDS Rima, signed by Disaraj out of MDS Rawaya. Redonance by Guzan Badari. And MDS Rima scores 90.40. We'll be right back.
المهرة رقم 49 رفيعة لسمو الشيخة مريم بن سلطان بن أحمد القاسمي في الهوية العربية 19 18.5 19 من 5 حكام الرأس والعنق 19 18 من 3 حكام 19 من 3 حكام الجسم والانسيابية 18 من 3 حكام 17.5 18 من 3 حكام القوائم 15.5 من حكمين 15 من حكمين 15.5 15 15.5 وجاءت الحركة ب 19 من 4 حكام 18.5 19 من حكمين بمجموع 90.10. We see Gaelic number 15 in front of us. We have the results for Gaelic number 49, Rafia, sired by Ibn Lahad of Ahmad Al Blan, Brit and Owens by Her Highness Sheikha Mariam bin Sultan bin Ahmad Al Qasimi, and Rafia scores a total of 90.10. إذن تواضعنا المهرة رقم 50 والآن بانتظار مشاركة آخر المهرات رقم 1. نعم لن تشارك المهرة رقم 51، اكتفينا بآخر رقم 50. إذن رقم 51 حلوة السنديان لخالد شعبان تم استبعادها من قبل لجنة الانضباط وذلك للعرج. Ladies and gentlemen, thank you so much to the last contender in this class. Thank you so much to our judges. We are waiting now for the results for the last contender in this class before we are heading to the fourth and already last qualification class of the yearling fillies. We had a total of four classes of yearling fillies here in Ashman, which means we are waiting now for the results for the last contender in the third class. We're waiting for the results. We're at number 50. إذن نتيجة المهرة رقم أو هي النتيجة المتبقية هي لرقم 50 إس رفراف لحسن سيف الزعابي. سنستعرضها بعد قليل. نذكر أن حتى الآن المتأهلات من هذا الشوط رقم 47 ديني فايس لمربطة دبي للخيول العربية. ورقم 41 أبها لزياد كلداري. المركزين الأول والثاني متأهلات لبطولة المهرات بعمر سنة، إلا إذا كان لرفراف كلام آخر ورفرفت إلى الوصافة، حيث أن الصدارة محسومة بنتيجة قوية كانت لي دين فايس ب 92.5. هنا أبرز اللقطات التي جاءت في هذا الشوط. شوط المهرات بعمري السنة الفئة جيم، ثالث أشواطنا لهذا اليوم. اليوم الأول لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي. نعم ذكرنا أن إي إس رفراف قد يكون لها كلمة، يبدو أن كلمة دي إي إس رفراف سنشاهدها على الشاشة. لا نستبق الأحداث. نعم على الشاشة الآن رقم 50 لحسن سيف الزعابي إي إس رفراف الهوية العربية 19.5 19 19.5 من 5 من 4 حكام 19 رأس العنق 19.5 19 19.5 من حكمين 19 19.5 الجسم والإنسيابية 18 من 3 حكام 18.5 من حكمين 18 من حكمين القوائم 16 من 3 حكام 15.5 من 4 حكام والحركة 19 من 3 حكام 19.5 من حكمين 19 من حكمين وترفرف إلى الوصافة ب 91.7 وتتأهل مع دين فايس. Results now for the last contender in this class, Gaelic number 50, ES Rafaf, sired by AG Ashban, out of ES Safira, produced by Azan Zeev Zabi, and ES Rafaf scores 91.70. وتصبح النتائج النهائية في هذا الشوط المركز الأول رقم 47 دي نفايس لمربطة بير خيول العربية ب 92.5. المركز الثاني كان من نصيب رقم 50 إي إس رفراف لحسن سيف الزعابي ب 91.7. الأول والثاني يتأهلون إلى أشواط البطولات. أما المركز الثالث كان من نصيب رقم 41 أبها لزياد كلداري ب 90.9. المركز الرابع ذهب لرقم 43 إي إس شرقية للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي ب 90.7. والمركز الخامس كان من نصيب رقم 36 وهي زد اس كيو
غزيل لزايد القحطاني ب90.7. Ladies and gentlemen, on the big screen, we see the announcement of the top five in this third group of the Yearling Fillies, the one-year-old Fillies Section C, with a score of 92.5. Congratulations to the Navajas, at number 47. Congratulations to the Dubar Raven Holstead. Then on the second place, with a score of 91.7, ES Ravrav. Congratulations to Zanzib Al-Zabi. Then on the third place, with a score of 90.9, Abba. Congratulations to Zita Lela Khaladari. Then on the fourth place, with a score of 90.7, ex-Eco, ES Sharia, category 43. Congratulations to Shahdala bin Najid Akasimi. And to complete the top five, with also a score of 90.7, ZSQ Gazil. Congratulations to Zedazad Al-Kathar. سيتفضل السيد عادل الهاشمي رئيس مجموعة لافيش للعطور بتتويج الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط، شوط المهرات بعمر السنة الفئة جي، بمعية سعادة خالد غانم مبارك العميري رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة عجمان لجمال خير العربية في For a prize-giving ceremony, we'd like to welcome in the arena Mr. Adil Al-Hashami, the owner of the Lavish Perfumes Company, together with His Excellency Halad Omeri, handing over the trophies in this top five. What we have besides the trophies, also the prize money in each class. For the winner, 25,000 dirham. For the second place, 20,000. For the third place, 15,000. And for the fourth and fifth place, 10,000 dirham, the local currency here in the United Arab Emirates. And of course, we have two tickets to give away to the direct access to the finals, the championships here in Ajman. I would like to welcome on Sunday here in Ajman the Nafayas and ES Ravrav competing in the championships. Well, we're now heading to the prize giving ceremony to Abba. Congratulations to Zia Abdullah Galadari. And then we're heading to the fourth place. Yes, Sharkia. Congratulations to Sheikh Abdullah bin Majid Al Qasimi. Fifth place for ZSQ Gazil. Congratulations to Ziad Santa Al-Kathani. And thank you so much to Mr. Adil Al-Hashami, the owner of the Lavish Perfumes Company, for handing over the trophies and, of course, to be with us here at the Ajman Arabian Hall Show, the 2024 edition.